أحلى مساء على أحلى باشمهندسين ودكاترة في الدنيا. إيه أخباركم؟ عاملين إيه؟ اليونت اللي فاتت اتكلمنا على إيه؟ Physical Quantities, Measuring Units, Measuring Tools, Error, Absolute, Relative, وScalar Quantities, وVector, وCross, وProduct, وحاجات تانية كتير. تعالوا نشوف اليونت دي بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن الموشن، يعني الحركة. طب إيه هو الموشن؟ هنعرف كل التفاصيل، بس أول حاجة هندرس الموشن in a straight line، يعني إيه؟ الحركة في خط مستقيم. تعالوا نشوف الموشن دي بتقول لنا ايه النهاردة. اول حاجة ان الموشن دي انا اتشينج ذا اوبجكت، تمام، البوزيشن بتاعه من مكان لتاني لفيكسد بوينت، بتستخدم ايه خلال فترة معينة او تايم معين. تعالوا نشوف ده معناه ايه الكلام ده كله. انا هنا انسان واقف، تمام، عاوز اروح البوينت دي فيكسد بوينت، تمام، حلو الكلام، مفيش مشكلة. هروح ماشي كده، هيحصل تشينج من مكان بتاعي، شوية بقى هنا شوية بقى هنا شوية بقى هنا، لغاية لما أوصل أكون واقف هنا، ما عندناش مشكلة. طب أنا مشيت المسافة دي كام؟ 5 متر. طب الخمسة متر دي مشيتها لله والوطن كده، مفيش تايم؟ في تايم. إيه هو التايم؟ مشيناها مثلا في 10 ثواني، 10 سكند. انا كده مشيت من هنا لهنا في 10 سكند، حلو الكلام، يبقى انا استغرقت قد ايه؟ 5 سكند، تمام. حصل ايه ليا الاوبجكت؟ ان انا حصل لي تشينج من المكان اللي انا كنت واقف فيه للمكان التاني الفيكسد اللي انا عاوز اروحه، تمام. يبقى هو ده تعريف ايه الموشن، ما فيش مشكله خالص. تعالوا نكمل. الموشن بقى ليه انواع، تمام، والاوبجكت برضو ده ليه انواع. تعالوا نبدا كده بتعريف ايه الاوبجكت، ايه هو انواعه. في اوبجكت استاتيك، يعني ثابت، يعني ما بيتغيرش ولا بيمشي ولا اي حاجه ولا في اي حاجه، فيكسد ثابت. هو بيقول لي ايه؟ اوبجكت doesn't change its position at time passes relative to fixed point. اه انا واقف، انا فيكسد دلوقتي، مش عامل حاجه ولا اتحركت ولا حصل لي تشينج ولا حصل لي اي حاجه. لكن يعني ايه دايناميك؟ يعني حركي، فيها حركه. طب ازاي؟ ان انا بمشي بقى من مكاني ده هروح لفيكسد بوينت، ويبقى فيه ايه؟ تايم باسز. اللي هو ايه التايم باسز ده اصلا؟ تمام، هو الفتره اللي انا استغرقتها اللي انا هروح فيها للفيكسد بوينت، للوجهه اللي انا حابب اروحها. حلو الكلام. تعالوا نشوف ايه هو تاني. تعالوا بقى نشوف ايه التايب اوف موشن. احنا خلصنا الاوبجكتس، تعالوا نشوف ايه هو بقى التايب اوف موشن. عندنا نوعين، عندنا حاجه اسمها ترانزيشنال وعندنا حاجه اسمها ايه بيريودك. تعالوا نشوف ايه هو الترانزيشن. الترانزيشن ده لازم يكون عنده ستارتنج واندنج بوينت. حلو الكلام. يعني ايه؟ انا مشيت من هنا، خلينا هو ده احسن مثال ان احنا نفهم بيه الموشن. هو انا انسان ماشي من هنا، هو انسان معاق ماشي من هنا، من ستارتنج بوينت لإيه؟ لإندنج إند بوينت، تمام؟ أمال إيه؟ هو البريودك. البريودك ده عامل زي البندوليوم، أهو هنا ساعات بيتحرك هنا وهنا، ماشي هنا، بيجي هنا مرة وهنا مرة، وبعدين يروح راجع هنا وراجع هنا. فهو إيه؟ الموشن ده بيتكرر، ماشي في إيه؟ في انترفال تايم، في أوقات محددة. يروح ماشي كده 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 على طول، ده البندوليوم. وعندنا ايه اكزامبل عليه تاني؟ اللي هو تانينج فروك، الشوكه الرنانه، لو ضربتها كده هتلاقيها ايه؟ عماله تتهز كده كده كده، فيها ريبيتنج موشن في ايه؟ في انترفال اوف تايم. يبقى احنا عندنا الاكزامبل بتاع الترانزيشنال اللي هو ايه؟ واحد بيمشي من ايه لستريت لاين. لكن الاكزامبل بتاع البريودك موشن هو ايه؟ زي البندوليوم، التانينج فروك، الكلام ده كله. نخش بقى على ايه الحاجه اللي بعدها، الفلوستي، السرعه بتاعتي. السبيد بقى نتكلم في فرق ما بين السبيد والفلوستي. ايه هو الفرق بين السبيد والفلوستي؟ حاجه كده نقولها مهمه. السبيد هو ايه؟ الديستانس
اوفر. طيب حلو الكلام. هات لون ازرق. ايوه. امال الفيلوستي السبيد دي ايه؟ سكيلر، يعني مش محتاجة دايركشن. فاحنا هنا بنستخدم ايه؟ الديستانس. لكن في الفيلوستي، الفيلوستي دي فيكتور. يعني ايه فيكتور؟ يعني محتاجة دايركشن. طب ايه هنا المقابل بتاع ديستانس في في الفيكتور؟ اللي هو ايه؟ الديس بليس منت والتايم كده كده موجود. فانا عشان افرق ما بين السبيد والفيلوستي، فانا محتاج ايه؟ اعرف ان السبيد دي فيكتور ولا سكيلر، والفيلوستي فيكتور ولا سكيلر. على اساس ده هبقى عارف القانون، عارف التعريف. هجيب التعريف من ايه؟ من القانون. السبيد هو ايه؟ التشنج في الديستانس، تمام؟ والديستانس دي موفد باي اوبجكت في 1 سكند. لكن الفيلوستي هو ايه؟ التشنج اوف ايه؟ عملها لكم بالاحمر ايه جامد في ايه؟ displacement، تمام؟ والديسبليسمنت دي بتمشي مع عن يعني بواسطه الاوبجكت اللي هو الانسان او العربيه او اي حاجه في 1 سكند. لكن لما نيجي نعرف السبيد هنقول تشينج ذا ريت اوف تشينج اوف ايه؟ اوف ديستنس، تمام؟ والديستنس موفد باي اوبجكت ان ايه؟ 1 سكند. لازم اكون فاهم هو ما ادالكش الفيكتور والسكيلر دي من فراغ، هو بيتعبك، هو عرفها لك عشان بعد كده هيوظفها لك في بقيه المنهج. فانا لازم اكون فاهم الفيكتور والسكيلر كويس عشان اعرف ايه؟ ايه هو الباقي بتاع المنهج بتاعه، واعرف اكون فاهمه. عشان مثلا حاجه زي كده تيجي لي مثلا ديستانس، سوري السبيد والفيلوستي، وعارف السبيد هي ديستانس عشان ايه؟ ملهاش دايركشن، لكن الفيلوستي ليها دايركشن، فانا استخدم ايه؟ ديسبليسمنت. يبقى الفيلوستي هي ايه؟ ريت اوف تشينج اوف ديسبليسمنت، تمام؟ الديسبليسمنت دي موفد باي ذا اوبجكت في ايه؟ في 1 سكند اللي هو ايه؟ التايم. تعال نشوف. زي ما قلنا قانون البتاع الفيلوستي هو ايه؟ الديسبليسمنت اوفر ايه؟ تايم. طب تعالى بقى ممكن يسألنا في ايه؟ في الدايمنشن فورمولا بتاعت ايه؟ بتاعت الفيلوستي، سوري. اه كمان اوكي تمام. في الدايمنشن فورمولا بتاعت الفيلوستي، ايه هي الدايمنشن فورمولا بتاعت الفيلوستي؟ تعالى نقول لك. هنا الديسبليسمنت على التايم. دايما ال displacement دي بنعملها بايه؟ بالمتر. والتايم سكند، يبقى متر دوت سكند اوفر ايه؟ باور نيجاتيف 1. طب يلا نشوف ال dimensional formula. ال m دي ايه؟ لينس، والسكند تي باور نيجاتيف 1. او برضو اليونت بتاعت الفلوستي ممكن تكون كيلومتر بير اور. يبقى احنا عارفين ومرتبين افكارنا ان الديستانس الفلوستي ال دايمنشن فورمولا بتاعتها اللي تي باور نيجاتيف 1، والميجرنج يونت متر بير سكند او كيلومتر بير اور. متفقين؟ متفقين. تعالوا نكمل. سوري ايه ده؟ اوكي ده اللي انا شرحته في الاول. تعالوا بقى ايه نشوف الفرق ما بينهم بقى ونركز في كل حاجه خالص. هنا بيقول لي السبيد زي ما احنا قلنا لو فاكرين عاوز هو التشينج بتاع ديستانس موفد باي ذا اوبجكت، تمام؟ بير يونت تايم، ان انا اتحركت. ديستانس سبيد ديستانس، فيلوستي هنا ايه العكس بقى، displacement moved by the object unit time. تعالوا نشوف التايب بتاعها ايه؟ scalar quantities. فscalar quantities دي على طول دايما positive، اي حاجة scalar على طول دايما positive.
طب والفيكتور وسوري والفيلوسيتي بتكون فيكتور كونست. طب على طول بوزيتيف؟ لا، ممكن تكون بوزيتيف وممكن تكون نيجاتيف، دي ليها دايركشن. الاكزامبل بيقول لك كار موز ات سبيد 90 كيلومتر بير اور. طب الفيلوسيتي، كار موف فيلوسيتي 90 كيلومتر ايست. ايست يعني ايه؟ يعني الشرق. ماشية كده، دي بقى ماشية فوق، ماشية تحت، شمال، يمين، ما يهمنيش. لكن هنا عشان فيلوسيتي يعني فيكتور يعني دايركشن، يعني لازم تبقى يديني ايه الدايركشن بتاعي اللي هو هنا ايه الايست بتاعي. متفقين؟ متفقين. الكلام سهل خالص وبسيط جدا، ابسط ما انتم تتخيلوا، بس محتاج ان انا افهم الفيزيكس مش احفظها، اعرف ايه الفرق بين السكيلر والفيكتور، سبيد وفيلوسيتي، دايمنشن فورمولا، الكلام ده كله سهل. ليه؟ عشان انا فاهم. لكن هقعد قدام الكتاب ملحفظ وعامل زي كده البقره بصم وخلاص، انا مش هفهم حاجه حرفيا. الفيزيكس متعه ان انت تفهمها. يلا نكمل. تعالوا بقى نعمل ايه كونفرت ما بين ان الكيلومتر والمتر بير سكند. انا معايا حاجه بالكيلومتر بير اور، عاوز احولها متر بير سكند. تعال نقول، كنا بنقول في حسب في السيشن الاولانيه بنقول ايه، كيلومتر عاوز احوله المتر، تمام. بعمل ايه؟ بعمل كده، كبير يبقى الصغير ضعيف، يبقى الكبير ايه يضربه. طب يضربه في كام؟ في 1000. طب تعالوا من المتر للكيلومتر بعمل ايه؟ divided 1000. طب ماشي، يلا نشوف ايه ال hour وال second. ال hour by 60، ال hour كبير وال second صغير، فاضربها by ايه؟ 60، ده المينت، واضرب في 60 تاني عشان احولها ايه لسكند. طب تايم، الدقيقة الساعة فيها 60 دقيقة، والستين دقيقة فيها، والدقيقة فيها 60 ثانية. طب تعالوا هنا من السكند بقسم على كام الأول عشان احولها المينت 60، وبعدين اعمل ايه تاني احولها لسكستي تاني عشان هنا في اور عشان احولها. فالناس قالت ان كل ده لعبكة وكل ده عك، فاحنا هناخد وقت كبير قوي عشان نعمل ايه الكونفرجن. طب قالوا لك تعالوا نعمل حاجة حلوة ونفهمها مع بعض. قال لك ايه، انا عاوز احول من كيلومتر بير اور لمتر بير سكند، اروح ضارب على طول في كام؟ 18/5. لكن من متر بير سكند الكيلومتر بير اور هعمل ايه؟ هضرب على طول في كام؟ في 5/18 عشان احولها الكيلومتر بير اور. ليه بنضرب ده هنا كبير عاوز احوله صغير؟ يبقى اضربه في اكبر قيمة، الاكبر قيمة اللي هي ايه؟ 18 فوق و5 تحت. لكن مثلا عاوز اعمل من الصغير للكبير، فهعمل ايه؟ تكون اصغر قيمة. فهي اصلا ممكن نعملها divided 18/5 اللي هي برضو كام؟ الريسيبروكال بتاعه اللي هو 5/18 عشان احول للكيلومتر بير اور، تمام؟ اوكي، اسيب لكم دي بقى ايه تحلوها. وايه هي زهر؟ كيلو 18 كيلومتر بير اور، عاوز احولها لايه؟ لمتر بير سكند، اروح ضاربها بايه؟ في 18/5. طب ال 500 متر بير سكند، متر بير سكند عاوز احوله ايه؟ كيلومتر بير اور، اروح اعمل ايه؟ باي 5/18. تمام كده، الدنيا واضحه لغايه دلوقتي، ما فيهاش اي مشكله. تعالوا نحل المساله دي مع بعض، بس ادوني ثانيتين اروح اجيب الكالكوليتر بتاعتي وارجع لكم تاني. جبنا الكالكوليتر بتاعتنا ويلا نشوف المسألة بتقول ايه. قلنا المرة اللي فاتت اهم حاجة في حل السؤال ان انا اقرأ السؤال، قريت السؤال صح
طلعت الجيفنز اللي هو مدهني زي ما هنتعلم برضو دلوقتي تاني، هعمل ايه بقى؟ هقدر احل السؤال صح؟ طبيعي انا قريت صح، طلعت الجيفنز بتاعي معايا قانوني عارفه، يلا طخ 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 على طول خلصنا. تعال نشوف هنعمل ايه. بيقول لي a car if a car moved by velocity of 50 meter per second. اوكي حلو الكلام. calculate the distance covered by the car in a half minute. تعالوا نطلع ال جيفنز واحدة واحدة ونركز واحدة واحدة. هنعمل كده، همش للجيفن بتاعنا. أول حاجة هو اداهاني الفيلوستي، الفيلوستي كام؟ متر، سوري، 50 متر بير سكند. حلو الكلام. والمينت والتايم هوني هاف مينت. طب هل هينفع هشتغل الكلام ده كله بالمينت؟ لا، هو عاوزه بالسكند. طب هعمل ايه في المينت؟ هضربها هاف باي 60 تديني 30، يبقى هحول من الهاف مينت لل سوري للسكند. هعمل ايه؟ هاف باي 60 ايكوال 30 سكند. يبقى التايم معايا اللي طلعته هو ايه؟ 30 سكند. ليه اتعاملنا بالسكند؟ عشان هو قايل لي هنا ايه؟ متر بير سكند، فلازم اوحد ميجرنج يونتس بتاعتي. اوكي نكمل. تعالوا هنا ايه، مديني فيلوستي وتايم وهو عاوز ديستانس. القانون ده يعني مش غريب عليا. الفلوستي قلنا اللي هي ايه؟ الديستانس على الطيب. طب تعالوا نكتب قانون الفلوستي. لا مش هنجرب، لا مش هنجرب، اقدر احب الاخضر. يلا يلا نكمل. الفلوستي ديستانس على طيب. طب هو مديني ايه؟ مديني الفلوستي. تعالوا نعوض في القانون. الفلوستي ايكوال 50 متر بير سكند. حلو الكلام. والديستانس دي هي اللي مش عارفها، وهنا الطايم. الطايم هو مدهوني 30 سكند. حلو الكلام. بعدين هو عاوز الديستانس، فانا لما اجي اجيب الديستانس اعمل ايه؟ هعمل الفلوستي باي التايم. تعالوا نعملها 50 30. كالكوليتر جميلة بتاعتنا. بس كده خلصنا. غلط، تاخد زيرو. الزيرو ليه؟ عشان ميجرنج يونت هو ديستانس، وهنا كاتب لك متر بير سكند، يبقى الديستانس هي ايه؟ متر. يبقى 1500 متر. سوري، حلقنا درس، حلقنا درس. ارجع ارجع دي. بس كده تمام، مفيش مشكلة. تعالوا ايه، تعالوا نكمل. عندنا حاجة من أهم من أهم من أهم تاني المواضيع اللي هتفضل معاك لغاية تالتة ثانوي، هو ايه؟ السلوب. السلوب ده يعني ميل. يعني ايه ميل؟ تعال اقولك. السلوب ده على طول بيجاب ايه؟ y2 minus y1 over x2 minus x1. اي حاجة على الجراف هنا، اول حاجة ده بيكون اسمه y، وده بيكون اسمه x. تمام،
عندي هنا نقطة على الواي ونقطة على ايه؟ على الواي تانية، فدي بتبقى واي وان ودي بتبقى واي تو. عندي نقطة هنا على الاكس اللي هي دي مثلا، نقطة هنا على الاكس، فدي اكس اسمها اكس وان واكس تو. فانا لما اجي احدد الكوردينيتس بتاعتي فتبقى ايه؟ مثلا ده كده وده كده، تمام؟ فسلوب ايه هنا؟ هيكون دي الكوردينيت بتاعتها ايه؟ دي مثلا 4 2 3 5، تمام؟ يلا الاكس 1 بكام؟ ب 2 والواي 1 3، ده الاكس 1. طب الاكس 2 هيكون 4 وايه؟ و 5. سوري، دي يعني الكوردينيت الاولاني دي اكس 1 دي واي 1 اكس 2 واي 2، دي مش اكس 8. انا قصدي يعني ايه؟ ده فيرست كوردينيت وده ايه؟ سكند. واروح اعملهم كده، ده ايه؟ السلوب بتاعي. طب ماشي، تعالوا نحسب ايه السلوب بتاعنا بيتعمل ازاي. السلوب ايكوال الواي في ام في اكس، واي ايكوال ام اكس. طب حلو، السلوب هو ايه؟ هو الام بقى. طب تعالوا نعمل ايه؟ تعالوا ايه؟ نخلي الام لوحدها. تعالوا لما نيجي نخلي الام لوحدها تبقى ايه؟ واي لا اكس ايكوال ام، يبقى السلوب بتاعنا هو ايه؟ واي اوفر اكس، اللي هو الوايات اللي هو زي واي 1 وواي 2 اللي هو التشنج فيهم على ايه؟ التشنج اوف الاكس هيت. حلو الكلام. تعالوا هنا نشوف، احنا مش لسه مسميين ده واي وده اكس؟ حلو الكلام. ده ايه في الواي؟ هنا كاتب لك ان هو displacement، هو مثلا الدي وهنا التايم ايكوال الام اللي هو السلوب. حلو، بس انا ما فهمتش حاجه، ايه الام ده؟ طب تعالى كده، احنا مش واخدين بالنا من حاجه صغيره كده كده، ايه هي؟ مش ال distance over time، displacement sorry over time هو ال velocity. velocity صح؟ اوكي، يبقى ال m وهو الكلام ده كله equal m. يبقى ال velocity هي equal m، يبقى slope بتاعي اللي هو ايه؟ ال velocity. حافظ القوانين وفاهمها وفهمت طريقة slope بتتجاب ازاي؟ يبقى انا ايه؟ فهمت المسألة بتاعتي، تمام كده؟ تمام. يلا نكمل. يبقى اسلوب هو الواي على الاكس، اسلوب هو ايه؟ الواي ده على ايه؟ على الاكس ده، الواي اكسس على الاكس اكسس، displacement على تايم هي ايه؟ هي الفلوستي. اوكي يلا نكمل. عندنا حاجة بقى ايه؟ تعالوا نشيل دي نحطها فين؟ مش لاقي مكان. هنا عندنا حاجة اسمها ايه؟ uniform velocity سرعة منتظمة، و non uniform velocity سرعة غير منتظمة. طب يعني ايه الكلام ده كله؟ تعال نشوف ال uniform velocity دي بتقول ايه. بيقول لي it's the velocity in which objects move with a certain magnitude at certain direction. يعني ايه؟ تعالوا نفهم كده الاكزامبل بتاعها، هنشوف ممكن يقول لنا ايه. ان هو بيمشي الاوبجكت ده equal distance في equal interval. طيب يعني ايه؟ انا مشيت اول مرة هنا، تمام، بكام؟ بتن. حلو الكلام. واستغرقت ايه هنا؟ ايه؟ 1 سكند. حلو الكلام. وبعديها مشيت من 10 رحت لل 20، تمام، فكده استغرقت ايه؟ 20 ماينس 10 هتديني برضو 10. واستغرقت كام؟ من 1 ل 2 يعني كام؟ استغرقت ثانيه. طب ماشي، مشيت من ال 20 لل 30. حلو الكلام. يبقى ايه؟ مشيت كام؟ 30 ماينس 20 برضو 10.
خيط من الاتنين للتلاتة يبقى استغرقت كام ثانية؟ يبقى انا مشيت كل شوية بمشي مثلا 10 متر، تمام، في 1 ثانية، يبقى هنا ال distance هيكون ايه؟ ال slope، slope هو ايه؟ ال y على x، ال change of y على x. تعالوا كده ايه نمسح ده عشان افهمكم بقى ال slope بيجي ازاي. ده ال change in y، دي مثلا y1 y2، وهنا x1 x2. تعالوا نحسب 20 minus 10، تمام، وهنا ال y ال x2 تبقى 2، وهنا ايه؟ هنا 1. تعالوا نجيب الكوردينيتس برضو بتاع دي، برضو هتبقى 10 1 وهنا 20 و2، دي x دي y2 ودي x2 وهنا x1 وx2. فاستخدمنا القانون بتاعنا اللي هو ايه؟ y1 minus y2 minus y1 وx2 minus y1 الاثنين ما بينهم over divided. فاستخدمنا 20 minus 10 equal 10 و2 minus 1 equal ايه؟ 1. ايه طلعت السلوب بتاعي كام؟ اللي هو ايه؟ 1. 1 ايه بقى؟ سوري هتطلع 10، سوري 10 ايه بقى؟ مكتوبه غلط. 10 ايه؟ 10 متر بير سكند. ليه متر بير سكند؟ عشان ده السلوب بتاع الفيلوستي، فلازم اكتب يونت. فايه اليونت بتاعتنا؟ اللي هي ايه؟ 10 متر بير سكند. فالسلوب بتاعي هيكون هنا ايه؟ كونستانت، كونستانت، نركز على دي، كونستانت نمبر في اليونيفورم فيلوستي. يبقى اليونيفورم فيلوستي الفيلوست بتكون السلوب بتاعي ايه؟ كونستانت. يونيفورم فيلوستي بيكون ايه؟ كونستانت، تمام. والاكسلريشن بزيرو. يعني ايه اكسلريشن؟ يعني تسارع. هل هنا سرعت؟ لا ما سرعتش. ليه ما سرعتش؟ عشان انا كل شويه كل ايه ماشي بمقدار ثابت، كل 10 متر مثلا بستغرق ثانيه، فاهميني؟ مشيت 20 برضو استخدمت ثانيتين، فاهميني؟ بمقدار ثابت كل 10 متر بستخدم ثانيه. فهل انا سرعت دوست بنزين؟ لا، عشان لو انا كنت دوست بنزين كان ايه الكيرف مش هيكون كده، كان هيكون ازاي بقى؟ هيكون هنا في النون يونيفورم فيلوستي، تمام، اللي هو ايه؟ ان انا بمشي برضو في سيرتن ماجنيوت سنتر وفي ايه وفي سيرتن دايركشن، ده عادي، ده قانون الفيلوستي، تمام. تعالوا بقى نشوف ايه ان انا ماشي كل شويه بعمل ايه، مثلا 20 هنا وايه ناتو مثلا و فين كده 8. فبصوا انا مشيت هنا اول حاجه لما جيت عند ال 10 ثواني مشيت ايه ما ممكن يوصل ايه لثانيتين، ثانيتين ونص. طب انا لما مشيت 20 متر استغرقت قد ايه؟ بصوا استغرقت قد ايه؟ 8 minus 2 يعني 6. فانا ماشي بسرعه غير منتظمه، ساعات امشي مثلا كل 10 متر في 5 ثواني وكل 10 متر في ثانيتين، فدي سرعه غير منتظمه، انا مش محدد، فاهميني؟ فكده يكون ايه السلوب بتاعي نوت كونستانت، مش ثابت، والفيلوسيتي بتاعتي نوت كونستانت، والاكسلريشن برسنتج يعني موجوده في تسارع، في تسارع، بزود بدوس بنزين، لكن هنا ما بدوس بنزين، انا حاطط رجلي على الدواسه وماشي كل 10، انا مظبطها كده زي مثبت السرعه. ما هو ده ميزه مثبت السرعه في العربيات، اللي هو ايه؟ ان انا المسافه 10 متر هقطعها مثلا في ايه؟ في 5 ثواني، يبقى كل 10 متر همشيهم هم 5 ثواني، لكن هنا لما اقعد ادوس واشيل ادوس واشيل وازود، تمام، هيكون ايه؟ ان انا ساعات ممكن اقطع ال 10 متر في 5 ثواني، ممكن اقطع ال 10 متر في ثانيتين، فده ايه؟ في اكسلريشن تسارع، فالفيلوستي ما بتكونش كونستانت ولا ايه؟ السلوب بيكون ايه؟ بيكون كونستانت. يلا نكمل. تعالوا نكمل المسألة دي ونشوف بتقول ايه ونقراها كويس. بيقول A car moved from Cairo to غردقة. يا بخته رايح يصيف مش زينا، تمام، انا بعدت عن الكاميرا معرفش في ايه، ماشي، into trips يعني ايه في رحلتين. اول مسافة خالص قطعها كام؟ 50 كيلومتر in a half hour. حلو الكلام.
يبقى نعمل هنا في الداش بتاعتنا ايه 50 كيلومتر وايه هاف اور يعني 0.5 اور. حلو الكلام. وبعدين covered 250 كيلومتر 250 كيلومتر تمام في ايه في ساعتين ونص يعني 2.5 hour. حلو الكلام. Determine the velocity of the car in two trips and the type of velocity by which car move. تعالوا كده ايه نجيب ال velocity بتاعت كل car ونشوف هل هي ال velocity دي uniform ولا non uniform. طب انا اعرف منين؟ بالمقارنة. تمام؟ لو لقيت العددين قد بعض طب يكونوا uniform، لو مش قد بعض يكونوا ايه non uniform. تعالوا نحل اول واحدة. نعمل ايه؟ نكتب v1 اللي هي velocity الاولانية. الديسبليسمنت كم؟ 50 0.5. حلو الكلام. تعالوا نشوف كالكوليتر اللذيذة بتاعتنا اهي، نروح نجيبها. يلا 50 over 0.5 إيكوال كام؟ 100. غلط. كيلومتر بالأور، هكسر السبورة. كيلومتر بالأور اليونت. يلا نجيب الفلوستي التانية كام؟ 250. والتايم كام؟ 2.5. كالكوليتر الجميلة الشقية بتاعتنا 2.5 ايكوال كام؟ 100 كيلومتر بير اور. اتفاجئنا الاتنين قد بعض، يبقى دي ايه؟ يونيفورم فيلوستي. ليه يونيفورم فيلوستي؟ عشان هو ماشي هنا قد بسرعة هي، فدي يونيفورم فيلوستي بتاعت الكار بتاعتنا. متفقين؟ متفقين. تعالوا نحل بقى ايه الجراف. اهم حاجة الجراف. بيقول لي determine the and calculate value of slope واكسبريس الريليشن. تعالوا نشوف الريليشن. احنا قلنا السلوب هو ايه؟ السلوب هو ام. حلو الكلام. اكتب الاحمر شوية. الواي على اكس. حلو الكلام. الواي هنا فين؟ او يبقى displacement ولا طيب. والاكس ايه هو الطيب. يبقى ده ايه السلوب هو هنا ايه؟ الفيلوستي. جميل خالص. حلو الكلام. تعال نشوف السلوب. قلنا ايه هو السلوب؟ هو اللي تشينج في الواي على اللي تشينج في الاكس. تعالوا نجيب نقطتين. ايه هما؟ مش كده سنك طلعون ازرق. تعالوا نختار نقطتين. نختار التن والتوينتي. دي هتبقى y1 ودي هتبقى y2. ونختار برضو نقطتين من على ال a الx. دي نسميها x1 ودي نسميها x2. نحطهم كده في درافت كده جنبينا. y2 equal 20 y1 equal 10. حلو الكلام. هنا x1 equal 1 x2 equal 2. حطيت ده ومعي اللي انا عارفه اللي هو ايه y2 minus y1
اكس 1 اس اكس 2 ماينس اكس 1. حلو كمل. واي 2 20 واي 1 10 اكس 2 2 دي هتبقى 10 اوفر 1. 10 اوفر 1 بس غلط غلط غلط. لازم يونت بس هو ما حددليش متر متر وسكند ولا كيلومتر. ده بس احنا نشتغل على ايه؟ على المتر بير سكند. اي يونت بس هو يفهم ان انا فاهم ايه اللي بعمله. تعالوا نكتب هتبقى ايه؟ 10 متر بير سكند. بس كده سهلة وجميلة والدنيا تمام وفاهمين كل حاجة اللي احنا بنعملها. ما ادانيش يونت، لا اديله انا يونت. انا هفهمه ان في ديسبليسمنت تايم وانت غلطان ان انت ما اديتنيش اليونت بتاعتها. خلينا كده ايه فاهمين، مش بنحفظ ولا بن ايه بنبصمج. بلاش بصمج، لين بصمج. تعالوا كده ناخد ايه حاجه جديده. بيقول لك ايه؟ when the object moves with a non-uniform velocity. حلو الكلام. its velocity is changed from one instance to another. بيقول لك ايه؟ انت لما تكون ماشي non-uniform velocity عمال تزود وتقلل تزود وتقلل، فدي non-uniform velocity. بيقول لك ان ال velocity تمام بتتغير في لحظة instance of time، يعني لحظية، بتكون لحظية. فايه هو قانون الdistance velocity اللي هو ايه؟ ال change of distance على change of time. حلو الكلام. طب تعالوا نشوف الافريج velocity. ايه الافريج؟ المتوسط بتاع velocity. اي متوسط في الدنيا بيكون ايه؟ التوتال على التوتال. طب اوكي velocity هي ايه؟ displacement على التايم. طب ايه هيكون ايه؟ total displacement على total ايه؟ طيب يبقى اي حاجة فيها average بتكون ايه؟ total على total. طب total ايه القانون بتاعي؟ displacement على time. يبقى ايه؟ total displacement على total time. حلو الكلام. يلا نكمل. انا بيقول لي تعرفها اكتر. بيقول لي instant velocity هي ايه؟ it's a velocity that of object للobject للجسم بتاعي at instant time. بسيطة. instant velocity هو ال velocity بتاعت الobject في instant، في ايه؟ في لحظة given instant اللي هو هيدهن. بسيطة يا جدعان، سهل سهل سهل. طب ال average velocity هو اهو قلنا ايه؟ total على total. يبقى هو total من القانون total displacement of the object from starting point to ending point by total time. هو total displacement على total time. ايش صعب ولا اي حاجة؟ total displacement على total سروب سروب سروبات سروبات وجرافات كتير 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 كتير. زي ما انتوا شايفين الجرافات دي سهلة خالص، ولو حطينا النقط على الحروف ونظمنا افكارنا هنعرف نجيب. تعالوا نشوف. اول حاجة لما يكون الفيلوستي بزيرو يبقى انا مش متحرك تمام، هتكون الشكل بتاعها كده. اللي جابه أكتر مش مهم، هيكون كده ماشي كده. فالفلوستي بتكون بزيرو. ليه؟ عشان احنا هنحسب الواي 2 ماينس الواي 1 على دي 2 ماينس الدي 1 فهتديني زيرو. فهو لما يكون الكوردينيت لو خدنا حتة من هنا وحتة من هنا هنا وهنا فهتبقى هي ايه؟ زيرو. لكن اليونيفورم فيلوستي زي ما احنا حسبناها قبل كده في الجرافات تمام طلعت يونيفورم
بمشي 10 20 30 كل حاجة بمشي هنا 1 2 3 seconds. كل مثلا 10 متر بمشيها في ثانية، كل 10 متر بمشيها في ثانية، فال 20 متر في ثانيتين، 30 متر في 3 ثواني، فلازم يكون طالع معايا ايه الفيلوسيتي بتاعتي كام على طول في كل حاجة 10 كيلومتر بير اور او التر متر بير سكند. اليونيفورم نون يونيفورم فيلوسيتي هي بتبقى كده ليه؟ عشان انا عمال ازود واسرع، ازود واسرع، ازود وابطأ، ازود وابطأ واسرع واعمل كل اللي انا فيه، فهحتاج ايه؟ فهتبقى ايه كيرف عامل كده بس. وهنا طبعا displacement والطيم، هنا displacement والطيم، هنا displacement وطيم، بس الحوار سهل في الاسلوبات. واي هو واي على ايه؟ على اكس، اسلوب غلبان الناس كلها بتستطعبه، وهو تافه واهبل ملوش اي 30 لازم، واي حد فهم بس وطايم نفسه هيقدر يحلها. يلا مسألة، أنا زهقت والله، بس يلا. A person drove a car أو drive a car in the straight line covered by 8.4 كيلومتر in 0.12 hour. لقيت حاجة زي كده في الدرافت بتاعي الجميل اللذيذ. يلا أول حاجة straight line كيلو الفلوستي ال اللي سوري الديستانس دي الاولانية دي كام؟ 8.4 والتايم 0.12 اور، هنا كيلومتر. بيكوز ايه؟ تعال هنا يلا. بيكوز ايه؟ كان عندي حماسة في بيكوز رهيبة. Because the fuel had run out يعني البنزين بيفضى منه ما خدش باله، فهو مشي 2 كيلومتر على straight line على طول. نكتبها يبقى دي 1 كده نخليها، ودي دي 2 equal 2 كيلومتر. Along the straight line to the nearest gas station. حلو كلام. After 0.05 حلو الكلام. 0.05 كانت كتكوت ايه؟ هو كاتبين بس الـ ايه الـ اتش ايه اللي هي الـ hour، يبقى dt1 و dt2 حلو كام؟ 0.5 hour. يلا هو عاوز ايه؟ عاوز الـ average velocity of the distance. تعالوا نشوف ازاي نجيب average velocity. قلنا ان ال average of velocity هي total distance على total time. يلا نكتب يعني ايه total، يعني بجمع ال distance. اول واحدة عندي 8.4 بلس كام مشي كام؟ ادي 2 كيلومتر. اول واحدة 0.12 بلس 0.5 يلا نجمع 2.4 نجمع 2.4 بلس 2 الأول 10.4 وهنا 0.62 يلا مع بعضينا over 0.1 ماشي. هو ادانا رقم كبير بس احنا ناخد اول كام ديجيت 16.77 بس هتاخد زيرو المتين، بس انت كده ايه ما بتفهمش، فاحنا ناس بنفهم ونشاطرين فهنكتب كيلومتر اللي هو ده هنا، وهو مدينا التايم في الاور كيلومتر بالاور. سهل الموضوع خالص خالص، مفيش حاجة أنا ناقص أحل لك مسألة. ركز وافهم ونحل. عملت الجيفنز، حط معاك القانون، رزع 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 الكالكوليتر الجميلة الفرفوشة بتاعتنا اللي منقدرش نستغنى عنها، محدش يتفزلك يعمل لي المسائل بدماغه. تمام، معانا كالكوليتر، ربنا خلى الناس تخترعها عشان ايه؟ عشان نستفاد منها. ما
في الحسابات معانا كالكوليتر اضمن الدرجة، ما مش لازم اينشتاين اللي جواك وبايثاغورس اللي جواك والكلام ده كله ما يشتغلش في وقت الحل بالايه بالكالكوليتر. نكمل. هما كام؟ هما كلهم 15 20 30 40 سلايد، سهل الحوار، مش أزمة يعني. تعالوا احنا بس عشان المكان، تعالوا ايه هنحل حاجة حاجة وهنمسحها. أول حاجة بيقول لي إذا net graph represent motion of the girl from her home study، تمام. The graph will and mention where the distance is draw y axis، يعني بيقول لك الديستانس هي بتبقى ال y axis، وال time be drawn on a x axis بالسكند، وال distance هنا بايه بالمتر. بيقول لي فين البنت وقفت، وقفت فين البنت؟ وقفت هنا، الفلوسيتي بتاعتها هنا ايه؟ مش قلنا هنا الجرافات بتاعتنا كان هنا بعد كده، هنا قلنا الفلوسيتي هنا بزيرو، يعني مفيش حركة، يبقى وقفت عند ايه؟ عند البي سي. وقفت ايه تاني؟ الشكل ده فين هنا تاني؟ عند الدي اي. يبقى هي وقفت فين؟ او الفيلوستي ايكوال زيرو هنا وهنا. مش عارف اتاكد، تعالوا ناخد الكوردينيتس. هنا كام؟ 1 2 3 4 5. هنا مثلا 3 تمام، وهنا ايه 5 6 7 تمام، واعمل الكلام بتاعنا هلاقيها طالعه بزيرو تمام. وهنا الكوردينيت بتاعتي ب 6، هنا ب 6 برضو تمام. فهتبقى هاجي اعمل السلوب، يبقى هو y2 minus y1 x2 minus x1. الواي اول y هما الاتنين 5، فهتبقى ال y2 equal 6، الثانيه هتبقى equal 6. فهنا طبيعه من غير ما اعمل اللي تحت تبقى 0 تمام. فهنا الفيلوستي equal كام؟ متر بير سكند. فالفيلوستي هنا equal 0، لما ابقى عارف الفيلوستي equal 0 هتكون هي وقفت. ده انا لو ايه مش واد فهمان كده بلقطها وهي طايره بالجرافات اللي عندي اللي انا لسه عاملينها من شويه. فهنا شفت الشكل ده ستريت لاين كده، يبقى فيلوستي ايكوال زيرو. ده لو انا واحد مش فهمان تمام، وبس شغلت دماغي وانا مش فهمان عرفت اطلع ايه المساله. بيقول لي ذا ماكسيمم فيلوستي، اكتر حاجه فيلوستي ات ويتش ذا جيل هاد موفد. ماكسيمم فيلوستي ايه؟ يبقى لازم الديستانس يبقى عالي. ليه؟ عشان هي العلاقه هنا بروبوشنال. ازاي؟ فيلوستي ايكوال ديستانس. طيب وهنا سوري تعال فيلوستي هنا ايه ديستانس وهنا. طيب كل ما الفيلوستي زادت كل ما الديستانس زاد، وكل ما الديستانس زاد يبقى الفيلوستي زادت، وكل ما التايم قل يكون الفيلوستي زادت. يبقى العلاقة ما بين الفيلوستي بورشلان مع الديستانس والفيلوستي مع التايم، وكل ما الديستانس يزيد الفيلوستي تزيد، كل ما التايم يقل الفيلوستي تزيد تمام. فهنا فين أعلى حاجة عندي في الديستانس؟ هنا البوينت دي هي ايه؟ دي. يبقى هي ماكسيمم فيلوستي هتكون فين؟ عند الدي هنا، اكتر حاجه وصلت لها. طب هنا بيقول لي واي از ذا فيلوستي وين ريتيرنينج باك هتبقى نيجاتيف، عشان هنا فيلوستي ايه بتقل. نثبتها له ازاي؟ تعالوا اقول لك نثبتها له ازاي. تعالوا ناخد 2 بوينت 2 بوينت، تعالوا ناخد البوينت دي 10 وناخد البوينت دي كواي، هنا دي 10 واي 1 الواي 1 10 والواي 2 مثلا 6 تمام،
وهنا مثلا الواي دي كانت كام؟ ال 11، الاكس 1 11، والاكس 2 كام؟ 14 مثلا. مش مهم، نعمل الستوب بتاعنا y2 minus y1 x2 minus x2 minus x1. أول حاجة ال y1 equal ال y2 equal كام؟ 6 minus 12 14 minus 11 negative 6 تمام، وكام هنا؟ و 3 تديني negative 2 meter per second، فعشان كده هي بتكون بإيه؟ بالنيجاتيف. تمام كده؟ تمام. تعالوا ناخد بقى أي حاجة بتاعت الدرس اللي فات. calculate the distance and the displacement of the bicycle. أول حاجة نمسك ال distance. distance من هنا من كام؟ من 0 ل 6 تمام، وبعدين من 6 ل 12 ادي 12، وبعدين برضو من 12 راحت رجعت للزيرو، فهنا مشيت 12 ورجعت 12، الديستانس هتكون كام؟ 24 متر. طب الديسبليسمنت تعتمد على دايركشن، هي مشيت 12 لفوق وبعدين رجعت بالاوبزيت دايركشن. اوبزيت يعني ايه؟ الاوبزيت بتاع ده ايه؟ ده بلس 12، رجعت 12 تاني بس بايه؟ بالماينس، فالديسبليسمنت ايكوال 0 متر. ده الفرق ما بين الديستانس والديسبليسمنت. الديستانس ماليش دعوه بالدايركشن، ماشي ورجع براحته تمام، يبقى هو مشي 12 ورجع 12، يبقى الديستانس كام؟ 24 متر. لكن هو في الديسبليسمنت مشي 12 وراح رجع 12 في اوبزيت دايركشن، دي تبقى ايه ما بينهم؟ ماينس، فهتديني 0 متر. يلا نكمل، يلا بقى نشوف ايه المساله دي بتقول لنا ايه. زيت من الجرافات بجد، انا مش عارف انتوا مستحملين ازاي ده جرافات. يلا. the opposite graph shows a relation between displacement a body moving in a straight line with time. فهو كتب لي كتر خيله اللي هو ايه ال d equal بالمتر وال t على ال y axis equal second، وشكرا خالص. يقول لي عاوز يشوف اللي هي لما اتحرك ال average velocity لما البادي اتحرك من ايه؟ من ال 1 second 5. تعال نشوف كان هنا كام ال distance ب 10 وهنا بكام؟ 50. تعالوا نشوف نحسب ال total distance. هنا بقى مش هنجمع ليه؟ عشان بعاوز اخد ال total distance، هو مش بادئها لي من 0، بادئها لي من 10. فتعالوا نشوف ال v final بتاعتنا اللي هو ال average velocity equal كام. هشوف ال v final بتاعتي بكام؟ v final minus ال v initial with time final minus time initial. هنشتغل كده عشوائيين. لا ايه ده، لازم نعمل ايه الدرافت بتاعنا. يلا هنا ال v final وصل بقت بكام؟ 50 متر. سوري دي دي final، سوري مش ال دي دي، سوري دي final. هنا دي فاينل عشان اجيب الافريج فيلوسيتي. ماشي، دي فاينل ايكوال كام؟ 50 متر، ودي انيشال 10 تمام. عاوز المسافه ما بينهم، هروح اعمل الاثنين دول ماينس في القانون. تي فاينل 5 تي انيشال 1، دي فاينل 50 دي انيشال 10 تي فاينل 5 دي initial كام؟ دي 1. حط يا باشا الكلام ده على الكالكوليتر، الأمور الشطورة الشقية بتاعتنا. وقتن متر بير سكند بس. بيقول لي حاجة تاني، at which the point the graph the instantaneous velocity is maximum.
لما قلنا ان عاوزين الفيلوسيتي تكون ماكسيمم بنختار ايه؟ نختار اعلى ديستنس. فين اعلى ديستنس؟ ات بوينت ايه؟ بوينت دي. يبقى دي ات بوينت دي هي الانستنتينيوس فيلوسيتي هي في ايه؟ بيقول لي ات ويتش بوينت ان ذا جراف بودي از ستاتيك، ما اتحركش. بصوا من كل ده البادي بيتحرك، كل ده body. هي الحته دي اللي هي عند الايه هي اللي ما اتحركش تقريبا، عشان ده يونيفورم نون يونيفورم فيلوسيتي. بصوا هي باين ان هي اتحركت حاجه بسيطه، ما اتحركتش. من الاخر يلا نكمل. اوبا دخلنا بقى على ايه؟ خلصنا من فيلوسيتي وحوارتها ودخلنا على اكسلريشن. ايه الاكسلريشن؟ التسارع. زي ما قلنا بنزود بنزين بندوس، فهو ايه ال change in velocity at unit time او ال rate of a change of velocity. يبقى ايه ال change in velocity at unit time او ال rate of a change of velocity. طب بتحسب ازاي؟ بتحسب ان ال v2 minus ال v1 وال t2 minus ال ta1. حلو الكلام. هو مش ال قطعة، هو مش الدايمنشن فور القانون بتاع الفور الاكسلريشن بيكون فيلوسيتي على التايم دي في معوقة. اوكي الفي اللي تي باور نيجاتيف 1 حلو الكلام، والتي كام؟ وهنا تي اطلعها فوق تبقى اللي تي باور نيجاتيف 2 حلو كام؟ اللي تي باور نيجاتيف 2 ال ال متر والتي سكند نيجاتيف 2. يبقى الاكسلريشن بتاعتنا ايه؟ ام سكند باور نيجاتيف 2 او كيلومتر بالاور باور نيجاتيف 2 مش 2 تمام، باور نيجاتيف 2 او كيلومتر. ايه تاني نكتبها؟ بير اور نيجاتيف 2. حلو الكلام، متفقين. ده كده ايه ببساطه الاكسلريشن. طب في انواع للاكسلريشن؟ طبعا في انواع الاكسلريشن هنشوفها مع بعض. احنا قربنا هما كلهم 30 سلايدز. اوكي يلا نشوف. في يونيفورم اكسلريشن وفي نون يونيفورم اكسلريشن. هنا ايه بيقول لي؟ الاكسلريشن ده الاوبجكت بيعمل تشينج في الفيلوسيتي ان ايكوال انترفال اوف تايم او بيريد تايم. لكن النون يونيفورم فيلوسيتي بيقول لي اكسلريشن بيعملها الاوبجكت في التشينج اوف velocity of the object في non equal interval of time. تعالوا نشوف هنا برضو دي velocity ودي time، فاحنا قلنا السلوب هو ال m equal a y على x هو velocity على time هو equal acceleration تمام. اوكي يلا هنا التسارع بتاعي ايه؟ مشيت 10 كيلومتر بير سكند في اول حته. تعالوا نعمل كده مثلا 10 على 1 بعدين 20 على 2 30 على 3، فكل ده هيديني ايه؟ 10 10 10 متر بير سكند سكوير سكند سكوير متر بير سكند نيجاتيف سكوير متر هنا تمام. فكله طالع زي بعضه، فكل ده ايه؟ يونيفورم تمام. فسلوب عندي هنا ايه؟ 10 متر بير سكند نيجاتيف سكوير. فهنا الاكسلريشن هنا ايه؟ كونستانت، والسلوب هنا برضو كونستانت تمام. فهي ايه؟ بتزيد كل شويه، بتزيد كل شويه باي كام؟ 10 متر بير سكند نيجاتيف اللي هي 2 اتش سكند، بتزيد 10 متر بير سكند. الفيلوسيتي بتزيد، سوري بتزيد بايه؟ ب 10 متر بير سكند كل ثانيه. لكن هنا بقى ايه؟ ما بتعملش كده. مره دي 10 متر التسارع، كل مره ازود 10 اروح بعدين مزود 20 مزود 30 في السرعه بتاعتي. فهنا السلوب اكيد لازم ما يكونش كونستانت، ولا الاكسلريشن نوت كونستانت، ولا اصلا هبقى اعرف الفيلوسيتي ماشيه ايه. فهيكون هنا في ديفرنت ليت، ديفرنت ايه؟ ريت في ايه؟ في
الفلوسيتي في الاكسلريشن بتاعتي والفلوسيتي بتاعتي، فهنا تكون نون يونيفورم. ليه؟ عشان بتبقى نون ان ايكوال انتر ان ايكوال انترفال اوف تايم، هي تايمز ايه مش محدده، لكن هنا في اليونيفورم لا، في تايم محدد تايم كل ثانيه كل ثانيه، لكن دي مش عارف كل ثانيه ممكن ازود 10، كل ثانيتين ممكن ازود 10، نون يونيفورم بس كده. يلا نكمل. الاكسلريشن بيكون فيها تلات حاجات. اول حاجه بوزيتيف اكسلريشن، ان انا ايه بزود بنزين. تاني حاجه تكون ديسلريشن اللي هي تواطؤ، تمام، بشيل رجلي من على البنزين. تالت حاجه بتكون زيرو اكسلريشن، فيكون هنا ايه مثبت السرعه بتاعتي. مفيش سوري مفيش اكسلريشن اصلا، كونستانت فيلوسيتي ماشي بيها، فاهمني؟ يعني دي بوزيتيف اكسلريشن ان انا بزود كل شويه بزود، لكن النيجاتيف شلت رجلي فبتقل. زيرو اكسلريشن فانا ماشي بسرعه محدده، ماشي على طول على 10 كيلومتر في الساعه، بعد ثانيه بعد اربعه بعد خمسه مفيش، هي ال 10 كيلومتر في الساعه بير اور، هي ما بغيرهاش. لكن في بوزيتيف لا، اول مره مشيت اول ثانيه مشيت 10، بعدين رحت مزود تاني ثانيه 20، تلات ثانية 30، فاهمني؟ ال deceleration كنت ماشي على 60 شلت رجلي بقت 50، الثانية اللي بعدها بقت 40 كده بتقل. اوكي، وفيها ليها جرافاتها برضو يعني. بص ما قلتش ليها جرافاتها. عندنا ال positive acceleration، دي acceleration بتعمل الايه؟ ال objective velocity بتاعته increase في التايم بتاعه. طب في ال negative acceleration ال velocity بتحصل لها ايه؟ decreased. لكن في الزيرو acceleration ال object بيموف ايه؟ constant velocity في constant time. حلو كلام؟ يبقى positive acceleration بتكون ايه؟ بتكون increase في ال velocity، لكن ال negative اللي هي deceleration بتكون ايه؟ بتكون decreased، ال velocity decreased. لكن في الزيرو acceleration بيحصل فيه ايه؟ ال acceleration بتموف with constant velocity في constant time. اوكي تعالوا نشوف، تعالوا كده نشوف ايه البول رول داون انكلايند بلين. حاجه كده مايله حطيتها ماسكها راحت نزلت بسرعه 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 بسرعه، فدي حصل لها ايه؟ سرعتها كل شويه بتزيد 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 بتزيد، فلما تكون سرعتها بتزيد فيحصل في ايه؟ acceleration. اوكي دلوقتي ماشي ماشي بالعربيه بتاعتي ورحت مره واحده دهس فرامل مره واحده، حصل ايه؟ السرعة بدل ما كانت 60 بقت 30، فحصل ايه؟ السرعة قلت، فدي حصل ايه؟ ديسيليريشن. او مثلا هنا مثلا الكورة لما هتيجي في الاخر هتروح واقفة، فهي كانت نازلة بسرعة عالية جدا راحت وقفت، فحصل لها في الاخر ايه؟ ديسيليريشن. لكن مثلا الزيرو اكسلريشن عملت ايه؟ بلين عادي كده حاجة مسطحة هوريزونتال، الكرة ايه رحت حذفها كده، فهي هتمشي بايه؟ بنفس سرعتها اللي انا ايه حذفتها بيها. ليه؟ عشان مفيش ولا انكلايد هتزيد ولا مثلا حاجة هتوقفها، مثلا إيه هتخبط في حاجة هتقف، فدي هي ايه؟ الزيرو اكسلريشن. يبقى البوزيتيف اكسلريشن لما بزود ايه؟ الفلوستي، لكن النيجاتيف اكسلريشن لما بقى ايه ببقى ماشي على سرعه واروح مدي فرامل، لكن الزيرو اكسلريشن ماشي عادي الفيلوستي بتاعتي هي هي ما بتتغيرش طول الطريق بتاعي. تعالوا بقى ايه نشوف الجرافز. هنا في البوزيتيف بيكون عامل كده تمام، وفي النيجاتيف بيكون عامله كده، والزيرو اي زيرو بيبقى على طول كده هوريزونتالي. هنا على طول بيكون دايما بوزيتيف. ليه؟ عشان الاوبجكت على طول بيعمل يونيفورم اكسلريشن بيزود، لكن هنا بتبقى من تحت من فوق لتحت، لكن لما تنزل كده من فوق لتحت هتبقى ايه؟ بالنيجاتيف. ليه؟ عشان الاوبجكت بيتحرك بديسيليريشن. لكن هنا ليه بزيرو؟ عشان موفينج ويز زيرو اكسلريشن وكونستانت فيلوسيتي، فيلوسيتي كون كونستانت تمام.
يبقى هو هنا ليه كده فوق؟ ده كده ايه؟ بوزيتيف. من الزيرو بتطلع فوق، لكن هنا من الماكسيمم لايه؟ للمينيمم. لكن هنا هوريزونتالي بتبقى ايه؟ تبقى كونستنت. ده الشرح اللي هو ايه المختصر اللي يقدر يفهمنا ايه هو البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو اكسلريشن. يبقى نقول تاني، البوزيتيف يبقى انا بعمل ايه؟ بزود بنزين، يعني بزود سرعه، لكن في الديسيليريشن بروح دايس فرامل، فايه من 60 بنزل ل 20، فايه السرعه بتقل. لكن الزيرو اكسلريشن ببقى ماشي بسرعه محدده، تبقى 10 كيلومتر على طول، ما بغيرهاش، كونستانت فيلوسيتي. يلا نكمل، تعالوا نحسب ايه الاكسلريشن ونشوف التايب بتاعه ايه. بيقول لي a car moving at velocity 30 meter per second when driver applied the brake، راح داس بريك، راح car stopped with كام؟ 15 second. stop يعني ايه؟ ال v final هنا، تمام، ال v final بكام؟ بزيرو، وقف، تمام. وهنا القانون بتاعنا هو ايه؟ تمام، v final minus v initial اللي انا كنت ماشي بيها على الطي، تمام. فدي هيحصل لها ايه؟ 0 minus 30 على التايم اللي هو كام؟ 15 second، هتبقى نيجاتيف 2 متر بير سكند سكوير. حلو الكلام. فهو ايه؟ هو قال لك هنا متعمد يقول لك ستوب ده عشان تحط الفي فاينل بزيرو، عشان ايه؟ تطلع ديسيليريشن، اهو وقفت ديسيليريشن. فدي التايب بتاعها ايه؟ ديسيليريتنج اور نيجاتيف اكسلريشن. يلا نكمل. اوكي يلا نقرا. A car started from rest. حلو الكلام. Reach velocity of 90 meter per second. Rest يعني ال V initial اللي هي السرعة الابتدائية اللي أنا بادئ من عنها كام؟ أنا واقف من rest يعني إيه؟ بادئ. ففي سرعة عندي؟ لأ. فتبقى إيه؟ 0 meter per second. وبعدين وصل لسرعة ايه؟ 90 متر بير سكند. فالفي فاينل السرعة النهائية كام؟ 90، والتايم عندي بكام؟ ب 10 سكند. فالاكسلريشن اكسي هي ايه؟ في فاينل ماينس في انيشيال على ايه؟ في فاينل 90 ماينس 0 على 10 تديني 9 متر بير سكند نيجاتيف 2. سهله بسيطه خالص، ما فيهاش فكره. انا فاهم هو فروم ريست يعني في انيشال كام؟ ريست، انا واقف. هل انا واقف دلوقتي عندي سرعه؟ لا. وصلت بقى قعدت امشي لغايه لما سرعتي جابت 90، فالسرعه الاخرانيه اللي انا جبتها تبقى هي ايه؟ الفي فاينل بتاعي. فاعمل ايه؟ الفي فاينل ماينس الفي انيشال على الطايم. حلو الكلام؟ حلو الكلام. يعتبر احنا ايه؟ بنفنش الدرس بتاعنا خلاص. حاجات بسيطة، مش قوي يعني. المهم يلا نشوف. Describe the type of acceleration which a body move with 12 seconds. حلو الكلام قوي. يلا Calculate the acceleration of each part. تعالوا نشوف. هنا من الزيرو دي فيلوستي بتاعتي، هو قايل لي دي فيلوستي من الزيرو للايتي، تمام. يبقى انا وصلت للفي فاينل بتاعتي كام؟ 80. حلو الكلام. 80 دي الفي فاينل ماينس الفي انيشال اللي هي زيرو. التايم خدت كام؟ من 5 ده التايم الفاينل ماينس الزيرو التايم الانيشال، 5 ماينس زيرو. يلا نشوف هتديني ايه. ده الاكسلريشن طبعا 80 ماينس ديفايدد، سوري
ماينس زيرو اي اف ماينس زيرو تديني كام؟ 16 متر بير سكند سكوير نيجاتيف 2. حلو الكلام. تعالوا نشوف بقى هنا. هنا مشيت كده. الطبيعي الطبيعي لو انا فهمان يبقى الحته دي الاكسلريشن عندها بزيرو، بس انا لو مش فهمان تعالوا نشوف هنا وهنا كام. هنا 80 برضو وهنا 80، يبقى الفي فاينل بتاعتي دي هي 80 والفي انيشال ب 80. 80 ماينس 80 والتايم 5 وهنا 5 ايه؟ لا مش 5. ماشي مثلا هنا 6 وهنا 22 مثلا، هي مش فارقة تمام، بس ايه كيكي هتطلع بزيرو في الاخر عشان ده هيطلع بزيرو، فوق ده هيطلع بزيرو فكله بزيرو. بس برضو خلينا هنا ايه دي قلنا 6 لا 6 ايه خليها 8 انا بحب. ماشي 22 ماينس 8 ايا كان هيكون ايه هنا 22 ماينس 8 14 مثلا تطلع برضو بزيرو ما فرقتش تمام. هنا برضو احنا بس عشان دي متكبره شويه فمش عارفين نجيبها، فانت عندك في الامتحان هتكيلك هي هي بالظبط وهتعرف تعد دي. شوف دي هي كده ماشيه ازاي، احنا قربناها لفايف شويه عشان يطلع معانا رقم كويس. تعالوا بقى ايه من اخر حاجه خالص هنمسح دي كده. دي الفي انيشال بتاعتي بكام؟ في انيشال بتاعتي كوال 80 متر بير سكند، والفي فاينل هنا كام؟ زيرو. والتايم هنا التايم 20 وهنا مثلا تايم انيشال كام؟ هنا 20 اهو، والتايم فاينل ايكوال كام؟ او هنا مثلا 28 سكند. يلا نعمل في فاينل ماينس في انيشال وتايم فاينل ماينس تايم انيشال. يلا نشوف الفي فاينل بكام؟ 0 ماينس 80 على التايم فاينل اللي هو 28 ماينس 20 ايش يعني انت يا انت نيجاتيف 10 متر بير سكند سكوير. فهمنا اللعبه، الدنيا سهله بالنسبه لنا خالص ما فيهاش اي لعبه خالص. اوكي يلا اخر حاجات في اللي عندنا سلوب هنشرحها بالظبط في اقل من 3 دقايق. السلوب قلنا ايه هو الواي، الواي على اكس. الواي هو ايه هنا؟ الديسبليسمنت على التايم. الديسبليسمنت على التايم هيديني ايه؟ طيب هيديني ايه؟ فيلوستي. يبقى ده السلوب بتاعه هو ايه؟ الفيلوستي. تعالوا نشوف نكمل. لما يكون الديسبليسمنت على التايم وهنا كده يكون هو ايه؟ يونيفورم سلوب. دي كده على طول يونيفورم وبوزيتيف اكسلريشن ويونيفورم. يونيفورم اكسلريشن ويونيفورم وفيلوستي. اذا كان دي فيلوستي اذا كان دي ديسبليسمنت. طب عامله كده فاي حاجتين اذا كان دي فيلوستي او ديسبليسمنت لما نجيب السلوب اكسلريشن او فيلوستي دي تكون ايه؟ على طول نون يونيفورم. نون ايه؟ يونيفورم. يبقى الكيرفت لاين على طول ايه؟ اهي مكتوب اهي. سوري الكيرفت لاين على طول ايه؟ بيكون نون يونيفورم، لكن الستريت لاين اللي هو ده كده بيكون يونيفورم سلوب. اذا كان يونيفورم اكسلريشن، اذا كان يونيفورم ايه؟ فيلوستي. هنا مثلا بيقول ايه؟ هنا في الاكسلريشن مثلا فيلوستي وهنا ايه؟ طيب برضو ستريت لاين يبقى هي ابورد يبقى هي ايه؟ بوزيتيف، لكن كده نيجاتيف فهي ايه؟
ديسيليريتنج، فالداون والنيجاتيف بيكون ايه؟ ديسيليريتنج. تمام، يبقى في الفيلوسيتي في الاكسلريشن، وهنا فيلوسيتي بيبقى لما يكون ابورد كده يكون ايه ستريت لاين كده فوق بيبقى بوزيتيف اكسلريشن، لكن لما يكون نيجاتيف بتكون ايه ديسيليريتنج، بقلل ايه السرعه بتاعتها. يلا نشوف اخر حاجه معانا، مش اخر حاجه. اوكي، لما تكون هنا باراليل تمام وخط موازي لده كده، بيكون الاسلوب على طول بيكون بايه بزيرو، يكون بايه بزيرو. يبقى هنا الفيلوسيتي بتكون ماشي بيها كونستانت والاكسلريشن ايكوال زيرو، الاكسلريشن ايكوال ايه زيرو. تعالوا نشوف ايه هنحسب الاسلوب ده ازاي. ده بتاع برضو ايه ال displacement، تعالوا نجيب سلوب واي على اكس، displacement على تايم، دي على التايم، تديني كام؟ تديني ايه سوري، تديني velocity. حلو الكلام. يلا ناخد دي واي 1 ودي واي 2، هنا اكس 1 هنا اكس 2. حلو الكلام. يلا واي 1 واي 2 ماينس واي 1 اكس 2 ماينس اكس 1. يلا y 20 minus 10 2 minus 1 هتديني كام كام كام؟ 10 متر بير سكند، لي بير سكند عشان دي ايه velocity. تعالوا نشوف ايه الكلام ده كله في حتة الانجل. اول حاجة slope بيكون ايه، قلنا y x، فاحنا هنعملها بايه؟ لما يجي الكلام ده كله بستخدم التان، بستخدم ايه التان. طب ايه التان بتاعي ايه هنا؟ التان بتاع ال 60 وهنا التان بتاع ال 30. فيلا تان 60 على تين سيرتي هديني 3. ده ايه؟ ممكن فاين ذا فيلوستي يبقى متر بير سكند. تمام، تعالوا نحل بقى اخر مسألة معانا النهاردة ونشوف هي هتقول لنا ايه. هنا مديني displacement in the area under the curve. اوكي حلو الكلام ده اوي. تمام، عاوز ايه؟ if بيقول لي if velocity is drawn in y axis والtime. تعالوا نشوف هنعمل ايه. تعالوا نجيبها بالاريا ازاي. خلينا نبص كده، نقسم الشيب بتاعنا ده كده ماشي. اوكي، هنا جبنا عملنا ايه، لقينا ريكتانجل، هنا لقينا ايه تروي انجل، فهنجيب الاريا بتاعت ده والاريا بتاعت ده ونجمعها مع بعض. حلو ماشي، يلا نجيب الاريا بتاعت كام، بتاعت ايه الريكتانجل. هنا من 0 ل 15، فاللينس عندي هنا كام؟ 15 سوري، الويدز عندي بكام؟ ب 15. اوكي، وهنا 0 لغايه 2 يبقى اللينس ايكوال 2. احنا بنفترض عشان ده ايه بنجيب الاريا، فهنعمل ايه، هنجيب الاريا اوف ريك انجل ايكوال كام لينس باي ويدز، فاحنا جبناها هنا 15 باي 2 ايكوال كام 30 ايه متر بير سكند. حلو الكلام. تعالوا نجيب بقى ايه الاريا اوف تراينجل، هنعملها ازاي؟ هاف باي بيز باي هايت ماشي. البيز هنا كام؟ من 3 ل 1 هتبقى البيز ايكوال هاف اول، هنا 3 ل 1 هتبقى 3 ل 2 هتبقى 1، هايت كام؟ 15. يبقى هاف باي 1 باي 15 يديني كام؟ 7.5 متر بير سكند. يلا اجمعهم بقى،
area of rectangle plus area of triangle تبقى هتديني ايه 30 plus 7.5 تبقى 37.5 meter per second. وخلصنا ايه المسألة بتاعتنا كده النهاردة. يبقى وصلنا لآخر السيشن بتاعتنا هي سيشن ايه رقم 3. مطلوب منك ان انت تذاكر كويس، تتفرج على السيشن باهتمام، تشوف الهومورك بتاعك، تقرأ الملزمة كويس بمسائلها، هو نفس اللي احنا شرحينه، مفيش اي مشكلة خالص. احنا قربنا، فاضل لنا اخر سيشن هي اللي هنصورها وهنرفعها برضو على اليوتيوب والفيسبوك، تمام؟ دي هتكون اخر سيشن المنهج، وكده احنا لمينا المنهج بتاعنا في 4 سيشن وفهمناه وايه فصصناه، ونتقابل في ريفيجن 4.